السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدوير المنزلي مع أما. اليوم جبت لكم واحد فكرة جيدة وممتازة، كنتمنى تشاركوها مع جميع معارفكم، وهي طريقة إشعال الفحم بكل سهولة وبسرعة فائقة. قوم معايا. طريقة هي أننا نأخذ قنينة سواء كانت بلاستيكية أو زجاجية، وغيخصنا اوراق الجرائد. غادي نلفوا اوراق الجرائد بالشكل المبين لكم على الفيديو، ثم بعد ذلك سنضع القنينه وسط موقد الفحم، ونحيط هذه القنينه بقطع من الفحم، وبعد ذلك سنزيل هذه القنينه. عند ازالتها يبقى لنا في الوسط مثل المدخنة، هذا هو المهم، هذا هو ما يجب أن يكون، أن يبقى الوسط فارغا، وهذا هو الذي سيساعد على إشعال الفحم بكل سهولة. هنا سأبين لكم الوقت الفعلي الذي سأبدأ فيه بإشعال الفحم، ويعني الوقت الذي استغرق في الاحتراق. يمكن أن نضيف قطرات من الزيت إذا كان عندنا زيت مستعمل، يعني زيت مائدة مستعمل يمكن أن نضيفه لكي يشتعل أيضا بسرعة. نأخذ قطعة من الجرائد، أشعلها وأضعها وسط المدخنة، ذلك الثقب إذا هو عبارة عن مدخنة. سأضع تلك الورقة المشتعلة، هنا ماذا سيحدث؟ سيدخل الهواء من ناحية الفحم ويصعد من المدخنة، يعني الهواء البارد يأتي من ناحية الفحم بالجوانب، ثم الهواء الساخن سيخرج من المدخنة، ومن هنا سيتكون ما نسميه بتيار الحمل الحراري، ستكون هنا هذا التيار هواء، إذا سيساعد على إشعال الفحم بسهولة، وهذا ما يبينه هذا الفيديو. وإلى فيديو آخر بإذن الله.